قلها، أنا ملحد، 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 أنا ملحد، أسد لا يأبه الخرفان، كن كنور الشمس ساطعا، كحد السيف قاطعا، انفجر في وجه الجهل كما ينفجر البركان. قلها لا تخشى الأسود في الغاب ثعالبا، لا يثني الرجال في الحق متاعبا، لا يلتفت الفرسان لوقوقة الصيصان. قلها فقد حان وقتها أن تقلها، أعلن في الناس موت الخوف وأعلن على زمن الانحطاط العصيان. قلها إن الرجولة لا تخشى زعاق الحمقى، ولا يخشى الثائر رصاص الطغيان. ملحد، ملحد، أنا ملحد، وهذا هو يوم الجهر في الميدان. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. وأنا آسف كثير، برنامج الهانج أوت التغم بارحة وما عرفت أدخل على الستريم تبع اليوتيوب، ومحتاج أتعلم هالبرنامج هذا، فآسفين كثير على هالوضع هذا، وشكرا كثير على التفهم. طبعا معنا اليوم الأخ العزيز هشام كافر مغربي، خلونا نرحب فيه بالبداية. أهلا وسهلا فيك أخي هشام. شكرا أخي يان أو جان بالألماني يان. شكرا. ولا يهمك، ولا يهمك. يعني اللي بترتاح فيه سميني يعني. جان أو يوحنا جيد. شكرا أخي جان، وشكرا لجميع الحضور، وآسف جدا للجميع لأننا تأخرنا وغيرنا كذلك رابط اللقاء بسبب هذه المشاكل التقنية. أظن أنها مؤامرة إسلامية هذه لكي لا نتوفق في هذا الأمر. في كل تأكيد يعني هن دعوات استجيبت اليوم. بصراحة أنا كنت مترقب، ويعني هذا اللقاء هذا بالنسبة لي صدقا صدقا كثير كنت متمني يعني يكون كما اي حلقه من الحلقات يعني، ويكون يعني ما بعرف شو حظي اليوم ليس على ما يرام، وهذا اكيد من دعوات المسلمين. على كل طبعا دعواتهم ما بتهمنا، ونحن راح نصلح الوضع، واكيد صلحنا الوضع، وممكن في المستقبل نعمل حلقه كامله بنفس الطريقة اللي كنا نعملها. أخي هشام، نحن بصراحة بالبرنامج جهر بالإلحاد نحب نسمع التجارب الملحدين، كيف وصلوا للإلحاد. نبدأ بالطفولة، كيف كانت تعاملك مع الدين، كيف المجتمع كان يعاملك، كيف كنت تنظر لفكرة لله مثلا، كيف الحلال والحرام تربيت عليه. تفضل أخي، معك الميكروفون. شكرا عزيزي جان. هو تجربتي هي تجربة طبعا الكثير من المسلمين، أنك تولد في أسرة مسلمة، فطبعا أنت تتربى على أمور حتى لو كانت الأسرة غير متدينة، فأنت تؤثر فيك، يؤثر فيك دين الأسرة، ويؤثر فيك كذلك دين المجتمع والمدرسة، كل المحيط يؤثر في الإنسان. فأنا كنت من الناس الذين تأثروا كثيرا بالدين منذ الطفولة، بسبب أنني فقدت والدي في عمر صغير جدا، وبعد ذلك فقدت والدتي. فهذه الأزمات تؤثر في الإنسان، فأنت تبحث عن انتماء، تبحث عن جماعة، تبحث عن من يعوض حنان الأسرة، يعوض حنان الذي ضاع. فكان تأثري بالدين كبير جدا منذ الطفولة، وانخرطت في مجموعة من الجماعات الإسلامية في المغرب. عندنا جماعة، كانت ثلاث جماعات يعني مؤثرة، العدل والإحسان، الإصلاح والتجديد، وكذلك
لجماعة التبليغ أو التبليغيين، فانخرطت مع هذه المجموعات، كنت صغير السن وتأثرت كثيرا بطريقة تعليمهم للدين وكذلك الخروج ومحاولة التأثير في المجتمع وجمع الأعضاء فتخرج في جهاد دعوة، فتأثرت بهذا الأمر كثيرا. فهذه في مرحلة الطفولة، لكن في مرحلة الشباب كنت متحمس أكثر وكان نشاطي أكبر، خاصة عندما انتقلت من المغرب إلى ألمانيا. فألمانيا هي ممكن أن نقول كانت فيها نقاط تأثير كبيرة جدا في حياتي فيما يخص الدين. طيب، أنا على كل حال أنا راح أظهر صورتي وظهرت، أظن أتمنى تكون ظهرت على اليوتيوب كمان، فأكيد راح تظهر على اليوتيوب، أقل شيء صورتي طلعت يعني، فهذا شيء. طيب خلينا نروح على المراحل ال 13 ال 14 لما بتجي الأسئلة الحقيقية على الإنسان، خصوصا بمسألة الإله، كيف كنت تتعامل مع هالأسئلة هي؟ يعني الإنسان بهالعمر هذا كان يتعامل مع هالأسئلة، هي بتنطرح عليها الأسئلة، خلينا نقول هل الإله مزبوط حقيقة؟ ليش نحن عم نعبد الله؟ يعني هالأسئلة هي، إذا ممكن تتفضل كيف كنت تتعامل معها؟ تعامل الطفل بين قوسين الطفل المسلم، لأنني لا يعني أجد أو أظن أن تسمية الطفل بمسلم أو طفل مسيحي أو طفل يهودي هو اغتصاب للطفولة، كما يقول إمامنا المبارك ريتشارد دوكنز، فهو اغتصاب للطفولة أن تعطي للطفل الصغير لم يصل إلى سن الرشد تعطيه هذه الأسماء. فهو طفل لوالدين مسلمين، طفل ولد في أسرة مسلمة، فكأي طفل ولد في أسرة مسلمة تشبع بالمسلمات الإيمانية، فأكيد أنك تنظر إلى خالق الكون من بنظارات دين الأسرة. فكما نعلم أي مسلم أي طفل صغير سيؤمن بأن الإله هو الله، هو الذي بعث الأنبياء، هو الذي بعث أنزل هذه الكتب المقدسة، القرآن هو أصح الكتب، الكتب الأخرى محرفة، الأديان الأخرى محرفة، فمحمد هو الرسول وخاتم الأنبياء، هو الذي أتى بالحق، هو الذي صحح الأديان الأخرى وأعاد البشرية إلى الطريق السليم. فهذا الإله عنده جهنم، عنده عذاب، يعني يعذب ويجازي، فممكن أن تحصل على الجنة، ممكن أن تكون لك حياة ناعمة، حياة ناعمة ونعيمة، ناعمة إن فكرت في الحور العين تكون عندك حياة ناعمة ونعيمة في نفس الوقت. وهذا الطفل عندما يفكر في هذه الأمور فطبعا يكون هدفه في الحياة هو أن يصل إلى هذه الجنة، مع جانب الخوف دائما من مكر الله، الخوف من أن هناك جهنم وأنه إن فعل شيء يخالف مشيئة الله فهذا ممكن أن يؤدي به إلى أن يحترق. ونحن نعرف هذه الآيات المخيفة في القرآن، وكذلك كل ما تنفثه وسائل الإعلام من تلفاز مسلسلات أفلام، كل ما تنفثه من سموم يذهب في هذا المنحى، هو كله في هذا المنحى، أنك تخاف جدا من الله، من جهنم، وتتمنى دخول الجنة والتنعم بنعيمها. فهذه النظرة هي نظرة طبعا نظرة ساذجة للكون، لكن هي التي يتربى عليها الطفل المسلم. أما الأسئلة الوجودية أو حتى الأسئلة الخطيرة مثل أين الله وكل هذه الأسئلة التي تخطر ببال كل إنسان، أسئلة عادية جدا، أين الله، لماذا لا نرى الله، كيف جاء الله، من خلق الله، هل الله كان دائما موجود، كل هذه الأسئلة، فمع الوقت تحاول أن تتفاداها بأنها فقط أز من الشيطان وأن الشيطان يسول لك هذا الأمر، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتفكر دائما في حكمة الله وفي جلال الله وهيبته، فتحاول أن تتفادى هذه الأسئلة وتركز فقط في أمور إيمانية طقوسية احتفالية وتمشي الأمور هكذا بسلام دون تفكير ودون تمحيص. هشام، بدي أسألك بصراحة، هون في نقطة كتير مهمة، إنه المؤمن ما بيضمن مكر الله،
يعني مهما عبدت، مهما كنت تقي، مهما كنت ورع، ولكن في النهاية يعني الإله ممكن يدخلك على النار مزاجيا يعني. ما هو فهل كنت تفكر مثلا إنه تموت شهيد حتى تضمن الجنة؟ نعم، هذه نقطة مهمة جدا، لأن في الإسلام أنت دائما في حالة خوف، حتى لو كنت مؤمن عابد، حتى لو كنت يعني مؤثر الخوف مهم جدا في الإسلام، وهو الذي يجعل الناس يتبعون هذا الدين ويبقون على هذا الدين لمدة طويلة ويتشبثون به حتى لو ظهر لهم مشاكل هذا الدين. فالخوف هو مؤثر كبير جدا، وفي الأديان عموما، لكن في الإسلام بشكل خاص الإسلام يخيف المنتمي لهذا الدين، لأن ليس عندك أي ضمان أنك ضمنت الجنة. يعني ممكن أن يعني عندما تتبول، آسف على هذا التعبير، لكن عندما تتبول يجب أن نعم تخاف أن يسقط شيء من البول على سروالك أو على ثوبك، وممكن أن تتعذب بهذا في القبر. يعني مسائل بسيطة جدا، أن واحد دخل لجهنم في كذا، في شيء صغير، واحد دخل للجنة. فعندك دائما مؤثر الخوف، وعندك الأحاديث دائما، حديث أبو بكر وحديث عمر في مسألة الجنة، وأنه لا يأمن مكر الله، أو الرسول كذلك لا يأمن مكر الله. فهذا يجعلك أن تتقبل الكثير من الخرافات والكثير من الأمور الغير معقولة بسبب الخوف. تخاف أنك ممكن أن تعمل شيء صغير لا تلقي له بالا. نحن نعرف هذه الأحاديث، يعني شيء صغير، كلمة لا تلقي لها بالا تخسف بك 70 خريفا في نار جهنم. مثل هذه الروايات، مثل هذه الأمور تجعل الإنسان دائما يخاف. أنا أعرف الكثير من الشباب الذين لو تسمع كلامهم تقول هذا ملحد، أكيد ملحد، لكن في الأخير يقول لك لا أنا مسلم. يعني يبقى هذا الخوف مؤثر جدا في حياة الأفراد، فهو يخاف، يريد تأمين على حياته، رغم أنه تبين له الخطأ من الصواب، لكن يخاف بسبب أننا تربينا على هذا الخوف. نخاف من الجن، نخاف من عذاب القبر، نخاف من الأرواح الشريرة مثلا عند المسيحيين، نخاف من جهنم. كل هذه الأمور تؤثر في نفسية الإنسان، فيحاول يفكر فقط في النجاة من هذه الأمور. صحيح صحيح. بدي أسألك هشام، لو أنا وصلت بمرحلة بالإيمان، خلينا نقول بقلبك بصدق مثلا، لأي مرحلة وصلت بالإيمان؟ تفضل. هو كما نعرف الإيمان يزيد وينقص فهناك مراحل كنت أحس بها أن إيماني قوي جدا، لدرجة أنني ممكن أن أموت في سبيل الله. وأتذكر كثير من اللحظات التي عشتها كان فيها هذا، أحسس فيها بهذا الأمر. أتذكر رباط كان هناك رباط للإخوة في جماعة العدل والإحسان. أتذكر أنني كنت جالس معهم في ذلك، كنا نطفئ الضوء ونذكر الله، يعني كل واحد يذكر الله لكن بجانب بعضنا البعض. فأتذكر أنني وصلت إلى درجة من الإيمان، كنت أتمنى أن يأخذ الله روحي الآن، أن يقبض روحي. كنت أتمنى ذلك، يعني بيقينيا أتمنى أن لو يقبض الله روحي في تلك اللحظة. يعني أظن أن هذه درجة من درجات الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. أظن أن هذه أكبر، يعني أعلى درجة من درجات الإيمان التي وصلتها. كانت هناك درجات لحظات كثيرة. كنت أتذكر أنني كنت أذهب حتى أتفادى مسألة الرياء، حتى لأن كنت أخاف دائما من مسألة الرياء، أنني أصلي، أذهب إلى المسجد، أصلي نوافل، أقرأ قرآن في المسجد، فأقول مع نفسي، أقول ممكن أنني أفعل هذه الأمور فقط لكي ينظر إلي المسلم الآخر ويقول هذا إنسان تقي، هذا إنسان عابد. يعني أعمل هذه الأمور رياء فقط وراء الناس. فكنت أذهب لأماكن بعيدة. ممكن نقول هذه الأشياء لأن الآن خرجت من الإسلام، ففي القديم لم أكن أخبر بهذه الأمور. فكنت أذهب إلى أماكن خالية بعيدة، وكنت أخاطب الله وأبكي، يعني أبكي بلجاجة وأبكي بحرقة، وأدعو الله وأحس بالإيمان، لأنني أنا والله لا يرانا أحد.
فليس هناك رياء، ليس هناك نفاق، ليس هناك أي شيء، هو فعلا إيمان حقيقي أنا بيني وبين الله. فكنت في هذه اللحظات أحس بإيمان قوي جدا، وأظن كل من يفجر نفسه الآن ويذهب عنده إيمان قوي بأن هناك حياة بعد الموت، وأن الحور العين تنتظره، وأن كل ما وعده الله به فهو حق. أظن أن هذا الأمر ممكن أن يكون عند الإنسان الذي يجاهد بنفسه في سبيل هذه الحماقات وهذه الخرافات. صحيح صحيح. بدي أسألك هشام، مراحل الشك كيف إجا؟ كيف وصلت أنك صرت تشك بالدين ذات نفسه؟ يعني من هالإيمان العميق، هالإيمان اللي وصل لمرحلة البكاء يعني مثل ما وصفته أنت، بصراحة وصف رائع، يعني وصفت إيمانك. كيف بدأت بالشك؟ وشو العوامل اللي خلتك تصل للشك؟ هو الشك، مرحلة الشك بدأت في ألمانيا. عندما انتقلت إلى ألمانيا انتقلت من الإيمان، طبعا رغم أنه أنك تكون نشيط في حركات إسلامية، تكون حريص على مطالعة كتب إسلامية وحريص على قراءة القرآن والبحث في التفاسير وكل هذه الأمور، لكن رغم ذلك يكون إيمانك إيمان سطحي، لأنك لا تطالع الأمور العميقة في الدين الإسلامي أو الأمور المهمة في الدين الإسلامي، لأن مسائل الولاء والبراء ومسائل الجهاد هذه مسائل مهمة هي التي بني عليها الإسلام. فعندما ذهبت لألمانيا كانت عندي فرصة أن ألتقي بمجاهدين، مجاهدين حقيقيين، يعني مجاهدين عاشوا تجربة الجهاد في أفغانستان، عاشوا تجربة الجهاد في الشيشان، كان في بداية التسعينات، فكانوا جاء بعضهم إلى ألمانيا بغرض الذهاب إلى الجهاد في البوسنة والهرسك. فكان عندي لقاء بهؤلاء المجاهدين، لأنني عشت في سكنت في المسجد، يعني كان مكان سكناي كان في المسجد، لم يكن عندي بيت في البداية، فكنت أسكن في المسجد وكنت صغير السن، فتعرضت لغسل دماغ تلقائي، ليس هو مبرمج لكن كان تلقائيا، بالألماني نقول لاتنت، فكان كان 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 تأثير قوي جدا، ويعني وكأنني ولدت من جديد، وكأنني أصبحت مسلما من جديد. فتعرفت على الإسلام الحقيقي من خلال تجربة هؤلاء، وببدء المطالعة في الكتب الحقيقية، فبدأت أقرأ لابن القيم وأقرأ لابن تيمية، وحاولت أن أترجم بعض كتبهم إلى الألمانية، فبدأت أواجه أو واجهني الإسلام الحقيقي. لكن مرحلة الشك أين بدأت بالفعل؟ بدأت عندما خرجت من المسجد، وبسبب يعني صدفة من الصدف سكنت في حي جامعي لجامعة مسيحية. ففي هذا الحي الجامعي، لأن كان السكن رخيص، لن أذكر الكثير من التفاصيل حتى لا أطيل. فعندما سكنت في هذا الحي الجامعي، تسجلت في هذه الجامعة، لأن لا يمكن أن تسكن دون أن تسجل نفسك في هذه الجامعة. فتسجلت ليس بغرض الدراسة، أنا لا أريد أن أدرس مسيحيات، فتسجلت فقط لأسكن. لكن كنت أفكر أن كنت أقول مع نفسي هذه أحسن فرصة، فالله سبحانه وتعالى أتى بي إلى هذا المكان لأبلغ دعوته، فكانت فرصة. فكنت أحاول دائما أن أفتح حوارا مع هؤلاء الطلبة هناك، لأنهم كانوا متدينون، كانوا متدينين وكانوا يؤمنون بالمسيحية. فكنت أقول هذه فرصة، أبين لهم خطأ دينهم، أبين لهم تحريف الكتاب المقدس وكل هذه الأمور. لكن أنا كنت أنظر إلى الأمور بنظرات إسلامية، فأنا كنت أفهم المسيحية بما يفهمه الإسلام، بفهم كاتب القرآن للمسيحية. وطبعا نحن نعرف أن كاتب القرآن لا يفهم شيء، لا يفقه شيء في المسيحية، بل يخطئ كثيرا. وانت جاي تهدي الكفار. نعم، وأنا أريد أن أدعوهم إلى أبين لهم أخطائهم. فعندما بدأت بحوار هؤلاء بدأ يتضح لي أمر، وهو أنني لا، هم كانوا طبعا يبتسمون عادة، أنا كنت أكلمهم في مسائل بسيطة جدا، يتكلم عن المسلم أن كتابهم حرف، والله جاء بهذا الكتاب الجديد، والإنجيل نزل على عيسى، وعيسى بلغ الإنجيل، وهم يبتسمون، يقول هذه الأمور ليس عندنا شيء مثل هذا، عيسى لم ينزل عليه أي إنجيل، يسوع أو يسوس لم ينزل عليه أي كتاب، هذا الكتاب كتب بعد. فبدأ يظهر لي أن هناك مشاكل، هناك فهمي للمسيحية يختلف تماما عن فهمهم هم للمسيحية. فاتخذت قرارا بأنني أبدأ أدخل معهم حصص تدريسية، أريد أن أتعرف على ما
يدرسون في المسيحيات. فتسجلت، أتذكر أول درس تسجلت فيه هو تاريخ الكنيسة، فبدأت أدخل وأسمع ما يقوله الأستاذ، ليس بغرض أن أعمل امتحانات أو أدرس، فقط أريد أن أتعلم منهم. وكان الهدف طبعا هو هدف دعوي، لأنني عندما سأتعلم ما يتعلمون أستطيع أن أحاربهم بمعلوماتهم هم. أنا أقول لهم، كنت أبحث طبعا عن الأشياء التي تلائم الإسلام والأشياء التي تخالف الإسلام وأحاول أن أتجاهلها، لكن مع الوقت بدأ يتضح لي شيء مهم جدا، وهو أن الإسلام، فهم الإسلام للمسيحية يختلف تماما عن ما يقول التاريخ المسيحي، يختلف تماما يعني جذريا. فإما أن ما يقوله الإسلام هو الصحيح والتاريخ المسيحي كله مزور، هذه إمكانية، أو يكون كل ما يقوله التاريخ المسيحي صحيح وكاتب القرآن أخطأ، وحتى لو أخطأ في 1% مشكل، لأن هذا طبعا هو الإله، فالإله لا يخطئ. فإن أخبرنا الإله بشيء يجب أن يكون حقيقيا 100%، لا يمكن أن يخطئ. فإن كان هناك خطأ ولو بنسبة 1%، فإذا عندنا مشكل. فكانت هذه أول نقطة شك، هي هذه، من هنا بدأت. لم أتحول إلى كافر، لم أخرج من الإسلام حينها، بل كانت بداية رحلة الشك التي دامت أكثر من تقريبا 10 سنوات. واو، 10 سنوات! صعب أن تتخلص من المسلمات. بصراحة هشام، تعرف أنا لم أذق طعم الإيمان، حلاوة الإيمان لم أذقها في عمري. يعني أنا ملحد منذ يعني نعومة أظفاري، يعني عمري 14 سنة الحدث، يعني لما انطرحت عليها الأسئلة هي أخذت قرار أنه أنا ملحد، خلاص انتهى الموضوع. يعني بحثت بوقتها، وكنت أحب علم الفلك، يعني قرأت في علم الفلك، ووالدي كان شيخ، يعني هو شيخ يدرس القرآن، فالقرآن موجود بين يدي، يعني وحديث أبو حريرة موجودة بين يدي، فما وجدت الصعوبة وما كنت مؤمن. فأنا أتعجب، يعني 10 سنوات برحلة طويلة جدا بصراحة، يعني أحييك عليها بصراحة، أحييك يعني أحييك على الروح المتمردة، خلينا نقول يعني كل هالإيمان هذا، ورحلة تاخذك 10 سنوات، يعني شيء عظيم، شيء رائع فعلته أنت. شكرا عزيزي، أنت محظوظ، أنت من المحظوظين. أنا أعرف ناس، يعني هي مسألة الخروج من الدين هي مسألة صعبة جدا، لذلك نسبة الخروج من الدين بالمقارنة مع الناس الذين يولدون في دين ما ويموتون في نفس الدين هي نسبة ضئيلة جدا. يعني ما هي نسبة الخروج من الدين؟ ضئيلة جدا بالمقارنة مع الناس الذين يبقون في هذا الدين ويموتون على هذا الدين. فحتى لو مر الإنسان بنفس المسار الذي مررت به، فالنسبة هي أكثر من 99% أنه لن يقوم بنفس لن يتخذ نفس القرار، ولن يكون عنده نفس الموقف، لأن مسألة الخوف كما قلنا وهي مسألة تلقين، لأن الطفل يلقن هذه الأمور، هو تلقين في الطفولة، childhood indoctrination، أنت تلقن هذه الأمور، دماغك لم يكتمل بعد. فعندما تتقبل هذه الأمور من سلطة أكبر منك فتصبح مسلمات صعب أن تتخلص منها، صعب جدا أن تتخلص منها. فعندما تكبر فتنظر إلى مسلماتك بشكل special، بشكل خاص، يختلف عن نظرك أو نظرتك، يختلف عن نظرتك للمسلمات الأخرى. فممكن أن تنظر إلى مسلمات الهندوسي وتضحك، لماذا؟ لأنك لم تلقن مسلمات الهندوسي عندما كنت طفلا صغيرا، فمسلماته مضحكة، كما مسلماتك أنت كمسلم مضحكة بالنسبة للهندوسي. لماذا؟ لأنه لم يتلقى هذا التلقين الإسلامي الذي تلقيته أنت. وهذا يضرب في مسألة الإله أصلا، لأن الذي يحدد مصير الإنسان ليس هو الدليل أو هناك حقيقة مطلقة أو هناك تأثير إلهي يؤثر في فينا في عالمنا، بل هو فقط ظروف زمكانية. هي الظروف الزمكانية هي التي تؤدي بالإنسان إلى اتجاه ما، فليس لها أي علاقة بحقيقة مطلقة أو قوة دليل أو تأثير، لا من قريب ولا من بعيد. بكل تأكيد، يعني هم مجرد خرافات. ويعني انولدت بوقت الإنسان كان يبحث عن الأسئلة الصعبة، مثل ما نقول، بدون
بدون الأدوات الإجابة عليها، يعني الأدوات العلمية الموجودة حاليا بين إيدينا اللي ممكن نجاوب على الأسئلة الأساسية اللي كانت من نحن، وهالأسئلة الأساسية الوجودية خلينا نقول. طيب هشام، أنت بما أنك يعني المسيحية هي اللي زرعت فيك بذرة الشك الأولى خلينا نقول، هل حاولت تعتنق المسيحية أو هل اعتنقت المسيحية فعلا؟ تفضل. لا، أنا لم أعتنق المسيحية ولم يكن عندي اهتمام بالمسيحية، بل في رحلة الشك كنت دائما أحاول بين قوسين التعايش مع دين الإسلامي، أحاول التعايش معه. كان عندي بعض الميول إلى، طبعا هناك أقوال رائعة للمسيح في الكتاب المقدس، وهذا شيء لا يمكن، يعني حتى لو كنت ملحد أو كافر لا يهم، يجب أن تعترف أن هناك أقوال رائعة في الكتاب المقدس بعهد القديم وعهد الجديد. هناك أقوال شعرية جميلة، هناك أقوال فيها حكمة، لكن هذا لا ينفي أن الكتاب مليء بالخرافات مثله مثل أي كتب أخرى. فكان عندي بعض الميول لهذه الأقوال، لكن لم يكن عندي ميول إلى الإيمان بذلك. فالمسيحية لها دور، كان لها دور إيجابي في رحلة بحثي ورحلة شكي، لكنني لم أؤمن بالمسيحية إيمانا حقيقيا. شو السبب يعني، إذا السبب اللي ما خلاك تؤمن، يعني خلى في حاجز بينك وبين المسيحية، رغم أنه المسيحية هي اللي مثلا قدمت لك حقيقة الدين الإسلامي خلينا نقول؟ المشكل الذي كان عندي هو أنني ممكن أن أقول فقدت الثقة بإله الأديان. فعندما بدأ يعني عندما بعد بضع سنوات من رحلة بداية رحلة الشك، بدأت أفقد الثقة بالإله الإبراهيمي عامة، والإله الإبراهيمي يدخل فيه كذلك الإله المسيحية وإيمان إله اليهود، وبدأت أفقد الثقة كذلك في الإله الشخصي، أي أن هناك إله يدخل معك في علاقة، يجيب الدعاء، يعاقب، يجازي، ينظر لنا من مكان ما، يراقبنا كاميرا خفية في السماء. فبدأت أفقد الثقة بهذا النوع من الإله، فبدأت أفكر أكثر في مسألة الإله الربوبي، بدأت أفكر في أن هناك سبب للكون فعلا، وهذا الإله هو إله طيب، إله حكيم، لكن لا يتدخل في أمور حياتنا. فبدأت أفقد الثقة ببعض صفات هذا الإله، صفات الرحمة، هو موجود فعلا وخلق وكل هذه الأمور، لكن ليس بالضروري يراقب الناس على أعمالهم أو يساعد هذا أو يساعد ذاك، هو يترك الأمور على حالها. فبدأت أميل أكثر لهذا الإله وأبتعد من الإله الشخصي الذي يدخل فيه كذلك إله الأديان، بالإضافة إلى أن هناك مشاكل كذلك في المسيحية، لأن عندما بدأت أدرس المسيحية بشكل أكاديمي هناك مشاكل تعيق كذلك من دخول المسيحية، يعني بداية المسيحية وكيف و يعني كيف، ماذا كتب ومتى كتب، والكتب المجهولون الذين كتبوا، وكيف كانت هناك فرق كثيرة في المسيحية في البداية، والفرقة المنتصرة طبعا ستكون دائما هي الفرقة الأرثوذكسية التي لها التعاليم الصحيحة، والكنيسة التي ستكون صحيحة هي التي ستكون الكنيسة الجامعة، والباقون هم مهرطقون، ولو انتصرت الفرق الغنوصية لكان الأمر مختلفا، لكانت الكنيسة الكاثوليكية هي المهرطقة، وكان الأرثوذكس هم أصحاب التعاليم الخاطئة. فلم تكن قاعدة الدين المسيحي قاعدة صلبة، وخاصة بالنسبة لإنسان يبحث ويمحص في الأمور. فكان عندي ميول ربما عاطفي لبعض الأقوال الجميلة في الكتاب المقدس التي أحبها، يعني هناك بعض الأناجيل أحب قراءتها، جميلة جدا، فلسفية لدرجة عالية جدا. إذا تركنا الإيمان جانبا وقرأنا فقط من أجل القراءة، ولا يخفى علينا تأثير الكتاب المقدس على الآداب في أوروبا، تأثير كبير جدا، يعني لا يمكن أن تكون مطلع على الأدب الأوروبي دون أن يكون عندك علم غزير في 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 تاريخ والكتاب المقدس وتاريخ المسيحية، فلها تأثير كبير جدا. هذا بغض النظر عن إن كنت تؤمن بذلك أم لا، يجب أن تكون مطلعا على هذه الأمور. صحيح. بدي أسألك، كلنا نعرف زكريا بطرس،
زكريا بطرس بيقول خصوصا على الملحدين، يعني انه الملحدين اللي من خلفية إسلامية لما بيتركوا الإسلام وبيصيروا ملحدين فهي محطة للاسترخاء وبعدين بيجوا لأحضان المسيح. شو بتقول له لزكريا؟ تفضل. يسمونها المنطقة الرمادية. يقولون ان هناك منطقة رمادية، منطقة هي هو امر كانوا يضحكوني دائما، هو انك عندما تناقش، اتذكر غرف المسيحيين وغرف المسلمين على البالتوك، قلت البالتوك بصوت ابو كليبة، على البالتوك يعني تنظر لغرف المسيحيين والمسلمين على غرف البالتوك التي تناقش سواء الجانب المسلم الذي يناقش المسيحيات والجانب المسيحي الذي يناقش الإسلاميات، تجد شيء غريب فعلا، هو أن عندما يحاول المسلم إقناع المسيحي بأن المسيحية على خطأ، فوكأنه إن تمكن من إقناعه سيصبح هذا الإنسان أوتوماتيكيا مسلم. والأمر نفسه في الغرف الأخرى، أنه عندما تنتقد الإسلام وسيقتنع هذا المسلم بأن الإسلام خطأ سيصبح أوتوماتيكيا مسيحي، وهذا الأمر لا يستقيم، لأن لا يوجد فقط عندك two options، ليس عندك إمكانيتان فقط، إمكانية أن تصبح مسلم أو إمكانية أن تصبح مسيحي. ممكن أن تترك الإسلام ولا تذهب إلى المسيحية. أنا أظن أن عدد أكبر يترك الإسلام ولا يتوجه للمسيحية، أظن أن النسبة قليلة ممن يتوجهون إذا تركوا الإسلام أنهم يتوجهون للمسيحية، مع العلم أن التوجه للمسيحية بالنسبة لي شخصيا أرحم بكثير من البقاء في الإسلام، لأن بالتأكيد. نعم، لأن نحن طبعا نؤمن بأن الأديان خرافات وأنها مليئة وأنها غير مفيدة، خاصة في عالمنا اليوم. ربما كانت الأديان قبل 50,000 سنة فيها بعض الإفادة، لكن اليوم الأديان هي فقط عثرة وحجر عثرة في تقدم الإنسانية وتطورها، وكذلك ممكن أن تغتصب بها الطفولة. الأديان، تصور طفل صغير لا يفهم شيء، لا زال يتعلم، لا يعرف الكثير عن الحياة، فتملأ دماغه بجهنم والنيران والعذاب والجن، هذا اغتصاب للطفولة، أعتبره اغتصاب للطفولة. بكل ليست تأكيد. هناك ليست بالنسبة لي ليست هناك منطقة رمادية سيتحول بعدها الإنسان من الإسلام إلى المسيحية، لا توجد هذه فقط، نعم توجد لكن بنسبة ضئيلة جدا، وتوجد كذلك من الجانب الآخر، ومن أديان إلى أديان أخرى كذلك، فلا توجد فقط ديانتان في العالم. برأيك هشام اللي مثلا بخرج من الإسلام وبيروح على المسيحية، يعني هل برأيك من قلة الفهم العلمي خلينا نقول، أو قلة الفهم للعلوم الموجودة، أو قلة القراءة خلينا نقول في العلوم الموجودة، ولا هي حالة خوف من هذا الإله، أو حالة خوف موروثة أصلا من القهر الإسلامي هذا، انه لازم يكون في شيء، لازم اكون عبد دائما، لازم يكون في شيء انا غير قادر انه افهمه. برايك اي الشيئين يكون يعني اوضح بالنسبه للمسلمين من خلفيه اسلاميه بتحول للمسيحيه؟ هو صعب جدا الجواب على هذا السؤال، لان دماغ الانسان كما نعرف هو فلكسيبل، هو مرن 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 جدا، فصعب ان يعني تضع أصبعك على الجرح وتعرف مكامن التحول أين هي بالضبط. لكن حسب تجربتي أظن أن الناس الذين يتحولون إلى المسيحية بعد الإسلام هم ناس ليست عندهم مشكلة مع الإله، أو لم يبحثوا ولم يتأملوا كثيرا في مسألة وجود هذا الإله الشخصي أو هذا الإله الإبراهيمي. لذلك أنا مثلا لم أتحول إلى المسيحية، بل تركت الأديان برمتها. لكن هناك ناس عندهم أو لا تشكل لهم مشكلة وجود الإله، فهم مؤمنون بوجود هذا الإله، ومؤمنون بأن هذا الإله يتكلم مع الناس، يرسل أنبياء، يرسل كتب، له كلمة، يكلم الناس. فهؤلاء الناس ممكن أن يتحولوا إلى المسيحية، يكون عندهم مشكل أخلاقي فقط، مشكلة الأخلاق في الإسلام، يكون عندهم تقع لهم مثلا صدمات في مسألة الأخلاقيات الدين الإسلامي، بعض الشرائع الدين، بعض أعمال الرسول، بعض أعمال الصحابة، فهذه ممكن أن
تعمل لهم أو تؤثر فيهم ليتوجهوا إلى المسيحية عندما يقارنوا مثلا تعاليم المسيح، بغض النظر عن العهد القديم، عندما يقارنون تعاليم المسيح، تعاليم المحبة، فممكن تكون كونتراست ويتوجهون ويميلون إلى الجانب المسيحي أكثر. أظن هذا هو ربما السبب الذي يحول الكثير إلى المسيحية، لكن صعب أن نحدد بالضبط ماذا، لأن دماغ الإنسان كما قلت مرن جدا. صحيح صحيح، وأنا لذلك أسميها يسوع الدلوع، يعني هو كتير سوفت، يعني حتى يعني بجذب بهالناحية هاي بالفعل. يعني المسلمين اللي خصوصا المسلمين اللي يعني كان ردتهم عن الإسلام من عنف الإسلام، خلينا نقول، لما بيشوف هالطيبة هاي في عند يسوع الدلوع، ف أكيد بقول هذا إله الرحمة اللي أبحث عنه، وهذا الإله اللي بدي إياه يعني. وتجارب كتير سمعنا منها يعني من هالناحية يعني. بدي أسألك سؤال تاني يا أخي هشام، وآسف على الإطالة يعني. حاولت تجهر خلينا نقول بأفكارك بإلحادك، بعد ما تأكدت تماما الدين الأديان كلها خرافة، هل حاولت تجهر بإلحادك مثلا أمام أهلك ناسك، أم طلعت على البالتوك مباشرة وصرت تحكي من الغضب اللي كان موجود؟ تفضل. هو لحسن الحظ لم أفعل إلا في حالة واحدة، وخسرت فيها بعض الأصدقاء، يعني الأصدقاء القريبين لي جدا. وأنا لو سافرت عبر الزمن وعدت إلى الماضي لما كنت لأفعل ذلك. لحسن الحظ الأهل لم أخبرهم بالأمر، ونشاطي الكفري بين قوسين كان مركز على الإنترنت، كان مركز على المحيط الأكبر وليس المحيط الأصغر. وأنا فكرتي في هذا أو موقفي من هذا الأمر هو أنه إخبار الأهل أو إخبار الأصدقاء المقربين ليس بشيء إيجابي. لماذا؟ لأن إن كان هدفك هو أن تزرع بذرة الشك في نفوسهم، وأن يصلوا إلى ما وصلت إليه وتخلصون من براثن الخرافة، فأن تخبرهم هكذا وتصارحهم بالأمر وتقول لهم أن دينكم خرافة وما تعبدون خرافة وكل هذه الأمور خرافة، سيكون له ستكون ردة فعل، وسيكون له نتيجة عكسية تماما. لأن المشكلة ستكون عندها ليس أن دليلك أو دلائلك ليست قوية، بل ستكون المشكلة هو أنت فقط، أنت هو المشكلة، أنت هو الخائن، أنت الذي غرر بك، أنت تتقاضى مال لتقول ذلك، أنت لك رفقة سوء، ستصبح أنت المشكل. فسيدخلون في موقف دفاعي، لن يسمعوا أي كلام تخبرهم به، فأنا وستخسر الكثير، ستخسر الكثير، ربما ستخسر الأهل، ستخسر الأصدقاء، ستخسر المحيط المقرب. أنا عندما أتكلم عن هذا الأمر أتكلم عن الذين يحيطون بك، الأهل والأقارب. أما النشاط في المحيط الأكبر الذي هو الإنترنت ومواقع التواصل فلا بأس بذلك، لأن هذا الذي يسمع مثلا لكلامنا الآن، أنا متأكد أن بعض المسلمين الآن يسمعون كلامنا، فأنا لا أؤثر عليه، لأنه لا أؤثر عليه تأثير مثلا الأخ لو كلمه بنفس الكلام، أو تأثير الصديق القريب له، هو لا يعرفني، هو يسمع من شخص يتكلم، فهو يركز فيما أقول، يركز في أفكاري، ما أخبر به، فهذا شيء مثمر وشيء جيد وممكن تكون له نتائج جيدة. لكن إن كان أخوه المتكلم الآن أو صديقه المتكلم الآن لن يستوعب أي كلمة، سيفكر فقط بأن هذا الأخ خائن أو تم التغرير به وهو يحارب الإسلام، وسيدخل في موقف دفاعي لن يسمع فيه أي شيء. فنحن نريد من الناس أن يكونوا دائما في موقف محايد، يسمع كلامك أنت ويحاول أن يفكر في الكلام الذي تتكلم به والدلائل التي تقدم، ولا يفكر في الشخص المتكلم من هو، لا يكون حتى لا يدخل في هذا الموقف الدفاعي. بكل تأكيد. طيب برأيك شو الأهمية هلا بصراحة؟ يعني أنا يعني مسألة الجهر بالإلحاد، يعني هو برنامجنا الجهر بالإلحاد، يعني لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا أنا ما نحن لا نقول روح ارمي نفسك بالنار، طبعا هذا شيء نحن ضده
ونحن مثل ما بقولوا يعني كثير كثير شباب رادوا يجهروا، ونعرفنا في موقف خطر، ويعني ما اعلنا اجهارهم، وحتى في حلقات كثير انا يعني مسحتها من على اليوتيوب لانه اصحابها تعرضوا لبعض المشاكل. بس القادر انه يجهر مثلا، ومثل ما قلت انت يعني انه ما تجهر قدام عائلتك، ما مو شرط، نحن بدنا اياك تجهر بالانترنت اقل شيء، تطلع تتكلم حتى اذا نكنيم، ولكن طلع تكلم، حتى اذا كان صوتك ما موجود طلع تكلم. شو برايك شو تاثير الجهر بالالحاد على الناس البقيه، على المسلمين نفسهم؟ جميل أنك سألت هذا السؤال أخي جان، لأنه تتم لي، أنا ربما نسيت أن أذكر جانب مهم في هذا الأمر، هو أن الذين يظهرون بصورتهم والناس المعروفون مشاهير الإلحاد المعروفون اليوم، هذا شيء جيد، يجب أن يظهر بعض الناس، يجب أن يظهر، يجب أن يكون هناك صوت وصورة كذلك. هذا لا يعني أن الكل يجب أن يظهر بصوت وصورة، لكن البعض إن استطاع، وكما هذا هو اسم البرنامج، من استطاع إليه سبيلا، ممكن أن يظهر، لأن هذا يؤثر تأثير إيجابي، تأثير إيجابي، أن تكون عندنا نخبة، بين قوسين نخبة، مسموعة ومرئية على قنوات الإعلام، وتواجه تواجه الإسلامويين من داخل الإسلام، فلا يبقى وجودنا إشاعة فقط، أو وجودنا وجود افتراضي على الإنترنت بأسماء مستعارة، لا يكون وجود فعلا حقيقي ممكن أن تشاهده. وهؤلاء الناس الذين يظهرون هم يعبرون عن عدد كبير من الناس الذين لم يستطيعوا الجهر بالإلحاد بالصوت والصورة. هذا شيء جميل، وأنا أحيي، يجب أن أقول من هذا المنبر لأنني مغربي، كلنا نقول أحيي من هذا المنبر، فأنا أحيي من هذا المنبر كل من يظهر بصورته وصوته، فهذا شيء مفيد جدا، ويساعد في التنوير، ويساعد في تفشي الإنسانية أو قليل من الإنسانية في مجتمعاتنا. أكيد أكيد. برأيك جان، كيف ممكن نتعاون نحن كملحدي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى نوصل صوتنا لمجتمعاتنا، وانه نكون مؤثرين في هالمجتمعات؟ كيف ممكن نقدر، يعني شو هي الخطوات العمليه؟ خلينا نقول تفضل. هو المبادئ، حتى نركز على امر مهم، مساله انك ملحد، سواء كنت ملحد نرويجي او ملحد مصري او ملحد مغربي، لا يجمعنا الا شيء واحد، هو عدم الايمان بوجود آلهة. هنا توقف، نقطه وتوقف، لا يوجد شيء بعد ذلك، لا يوجد. لكن هناك مبادئ إنسانية نجتمع فيها غالبا، يعني قليل جدا أن أجد مثلا تجد ملحد أو لا ديني ضد حقوق الإنسان أو ضد حقوق الأقليات. فنحن أغلبنا هو مع مبادئ الإنسان التي إن ركزنا عليها، إن دافعنا عليها، فهي تتصادم بشكل صارخ مع ما يوجد في الأديان. فأنت بتركيزك على حقوق الأقليات وحقوق الإنسان والإنسانية، أي شيء يجب أن يكون إنساني وأخلاقي، فأنت تحارب بشكل غير مباشر، تحارب همجية هذه الأديان. فأظن أن التركيز يجب أن يكون على هذا الأمر وليس على الإلحاد بالضرورة. هذا رأيي الشخصي، هو أن مسألة الإلحاد أو التركيز على مسألة الإلحاد والإيمان أو المناظرات التي تكون في الإلحاد والإيمان، أنا أعتبرها دائما نقاش زائف، يعني false debate، لأن المشكلة ليست في وجود سبب للكون من عدمه، بل المشكلة هي في الأديان. فيجب التركيز على الأديان، على شرائع هذا الدين، هل هي خطر على الإنسانية، هل هي مناسبة للمجتمعات، هل هي جيدة، هل هي مفيدة. هذا هو موضوع النقاش، وليس موضوع النقاش هو هل تؤمن بأن هناك سبب للكون أو ليس هناك سبب للكون، لأن الإيمان بسبب للكون من عدمه لن يغير في حياتنا أي شيء. لو كل الملحدين الناطقين بالعربية تحولوا الآن إلى ربوبيين، فحياتهم لن تغير فيها قيد أنملة، لن يتغير شيء. إذا قمت أنا اليوم صباحا من فراشي وقلت أنا اليوم أصبحت ربوبي، هل سأفعل شيء ما يختلف على البارحة؟ لن يتغير شيء. إذا هذا نقاش زائف،
يختاره أو يفضله المؤمن في نقاشه للملحد. لماذا؟ لأنه يريد أن يبتعد من نقاش الدين، ولا يريد نقاشا في الدين، لا يريد نقاشا في الشريعة الإسلامية، لا يريد نقاشا في، لأنه سيقع في مطبات، سيقع في مشاكل، فهو يحاول دائما أن يضيف شيء للنقاش أو يحول النقاش إلى نقاش ملحد مؤمن، لأنه سيلبس حينها رداء الربوبي، وسيكون له حقل كبير جدا للعب، يلعب فيه كما شاء، يعني يصبح ربوبيا بقدرة قادر، يمثل إله الأفارقة السود، ويمثل آلهة الإنكا، ويمثل كل الآلهة الموجودة في العالم. فهذا الأمر لا يستقيم تماما. العجيب هشام، والعجيب أنه خصوصا المسلمين يعني لما بيناقشوا بهالموضوع هذا بروحوا بيجيبوا لك من المسيحيين، خلينا نقول رجال المدافعين عن المسيحية، بيجيبوا كلمات ويعني على أساس أنه هن المتكلمين. يعني بالفعل، أو مثل ما قلت، أنا أضم صوتي لصوتك، وأنا أعتب على أصدقائنا، بعض الأصدقاء اللي يعني يحاولوا أنه يناظروا مثل هذا هيثم، هذا أبو دقن، يعني يحاولوا يناظروا في مسألة الدين، في مسألة الوجود الإله. يا أخي، نحن منا مشكلة بالإله اللي الناس كلها تدعي، نحن مشكلتنا مع الدين، مع التعاليم هي اللي مأسرة في حياتنا وخربت بيوتنا، يعني اللي دمرت بلادنا، اللي وخلت شعوبنا منحطة إلى أبعد الحدود. صحيح عزيزي جان، لكن هناك أمر يجب أن لا ننساه، وأنا ممكن هذا الأمر ذكرته لكن ربما كنت أذكره بالدارجة المغربية، فهذه فرصة أذكره باللغة العربية الفصحى. فهو أن في مناظرة هيثم طلعت لا يريد مناظرة إسلامية 100%، ولا يريد ذلك، ويرفض هذا الأمر تماما. أنا عندما كنت أرتب مناظرتي معه في ترتيبنا للمناظرة عن أي موضوع سنتكلم، الوقت، كل هذه الأمور، قلت له أنا أناظر في الإسلاميات، أنا أناقش الإسلاميات فقط، لا يهمني مسألة الإلحاد من الإيمان. قلت له أنا لا أدري في مسألة سبب للكون، أنا لا أدري، أنا ملحد بالأديان الإبراهيمية، أنا ملحد بالإله الشخصي، لكن أنا لا أدري فيما يخص الكون، أنا لا أعرف، كلنا لا أدريون، لا أحد يستطيع أن يقول أنه يعرف كل شيء، يعني جال الكون بكل أطرافه ويعرف كل شيء ويقول لك أنا أدري، أنا أعرف كل شيء، لا، كلنا لا أدريون. العلماء الفيزياء يقول لك لا يعرفون كل شيء، فكيف أنا سأكون أحسن من علماء الفيزياء؟ يعني فأنا لا أعرف، لا أدري سبب للكون من عدمه، لا أدري، لا أعرف هذه الأمور. فقلت له أنا أناقش الإسلاميات، إذا أردت أن نتكلم في موضوع إسلامي نختار موضوع إسلامي، المواضيع التي تناقش كثيرا، ونسمع منك ويسمع الناس مني. فاعترض على هذا الأمر، قال لك لا، قال أنت تريد أن تهادمني وأنا لا أستطيع أن أهادمك. قلت له سبحان الله، أنت تدافع عن الإسلام، وهذا وقوف على ثغرة من ثغور الإسلام، هذا جهاد في سبيل الله، أنت تدافع، أنت تصحح المفاهيم، إذا كنا نحن أخطأنا في شيء في الإسلام، فهذه فرصة لك أن تصحح هذه المفاهيم، أن تبين للناس أننا أخطأنا، أو أننا نكذب، أو أننا ندلس، وهذا فيه خير. يعني المسلم الذي عنده شك يسمع بين قوسين شبهات الملاحدة، ثم أنت تصححها له، فهذا شيء جميل. قال لك لا، يجب أن أهاجمك، أنت ملحد، يجب أن نتكلم عن الإلحاد. قلت له أنا لا أدري، أنا ملحد بالأديان الإبراهيمية، هل تريد أن نتكلم في معضلة الشر؟ نتكلم. قال لك لا، أنت لا أدري، إذا نتكلم في اللا أدرية. قلت له ما علاقة اللا أدرية بالموضوع، تريد مناظرة في اللا أدرية؟ لا أدري، أنا لا أدري، ليس هناك مناظرة في مسألة اللا أدرية، ماذا تريد أن نناقش في اللا أدرية؟ قال لك لا، يجب أن نتكلم في اللا أدرية. فأنا حرصا مني حتى لا تضيع المناظرة، لأن الناس طلبوا المناظرة، أنا لم أطلب يوما مناظرة أحد، الناس يأتون وأتكلم معهم، أنا لا المناظرات بالنسبة لي هي مسرحية دائما. فيقول قلت حتى لا تضيع الفرصة، فرصة المناظرة، لأن قلت للشباب أن ستكون مناظرة، فحرصا مني على ألا تضيع المناظرة، قلت له طيب تريد أن نضيف اللا أدري نضيفها. فحددنا موضوع هو الجهاد الإسلامي واللا أدرية، يعني هو عنوان غريب جدا، لكن هو بطلبه وهو الذي ركز على هذا الأمر، فقلت له لا بأس نفعل ذلك.
عندما بدأت المناظرة تحول من اللاأدرية إلى الإلحاد. مثل نكتة، هناك نكتة مغربية أن واحد عنده إنشاء، ليس إنشاء، عنده درس سيكتب على شيء ما، على موضوع ما، وكان يظن أن الموضوع في الامتحان سيكون الحديقة، عن الحديقة، فبدأ يدرس يعني يحفظ كلمات عن الحديقة والأزهار والورود وكل هذا الأمور، فذهب إلى المدرسة فكان الموضوع هو الطائرة، فبدأ الموضوع بسقطت الطائرة على الحديقة، فبدأ يشرح الحديقة، فهذا ما فعل هيثم، فكان الموضوع الجهاد واللا أدرية، جاء قال لك اللا أدرية هي فرق، نترك جانبا مسألة فرق تتحارب بمعركة تكفر بعضها البعض وملحد سويدي فزر نفسه، نتركها جانبا. بالضبط، أنا كنت أقول يعني كيف ممكن يخترع الاختراع هذا، يعني ملحد سويدي فجر نفسه، incredible، يعني غريبة من جميع الجهات، لكن هو انتقل من اللا أدرية على أنها فرقة إلحادية، وبدأ يتكلم في الإلحاد، يعني هو هدفه أن يتكلم في الإلحاد، فانتقل من اللا أدرية أنها فرقة لها علاقة بالإلحاد، إذن ستالين ملحد، إذن قتل الناس، إذن ماو تسي تونغ، فبدأ هي أجندة واضحة، أجندة واضحة هو أن تربط الإلحاد بجرائم فعلها ملحدون، وعندها تقول بما أن هذا ملحد إذن الإلحاد هو الجرائم وهو القتل، وأنت ملحد إذن أنت كذلك مجرم وهكذا دواليك. فهذه يعني نعود إلى مسألة السويد الملحد الذي فجر نفسه، يعني بغض النظر على أن هذا الخبر هو خبر مجلة ساخرة، بغض النظر عن هذا الأمر، أنا كإنسان عاقل عندي ذرة من العقل، عندما أسمع خبر أو أقرأ هذا الخبر، يعني أول شيء منطقي سيتبادر إلى ذهني، يعني أول هي طبعا نكتة، سأضحك سأقول لا مستحيل أن يكون هذا الأمر صحيح، هذا أول أي إنسان عاقل إن سمع هذا الخبر سيقول لا يمكن أن يكون هذا الخبر صحيح، مستحيل أن يكون هذا الخبر صحيح، لكن إذا 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 حللنا هذا الخبر، كيف سيجتمع 18 لا أدري في مكان ما، كيف؟ يعني هل عندهم جمعية؟ هل عندهم حزب؟ هل هناك حزب لا أدريين السويد؟ هل هناك مقهى للا أدريين السويد؟ يعني ما كيف سيجتمعون؟ يجتمعون لكي يحمل هذا الملحد السويدي أحزمة ناسفة ويذهب إلى هذا المكان ويفجر نفسه، لماذا سيفجر نفسه بلا أدريين أصلا؟ هل هناك حور عين للملاحدة؟ هل هو مفكر شيعة سنة يعني ممكن؟ يعني كل يعني تفكر في هذا الأمر، كل ما تجد الأمر غريب لدرجة يعني لا تتصور، يعني هل بلغ بالإنسان الانحياز التأكيدي لأن يصدق مثل هذه الخزعبلات؟ عجيب، سبحان هبل صراحة، سبحانه بالضبط، سبحان هبل يعني بشكل وغير منطقي بصراحة، غير منطقي. يعني أنا بتمنى من هيثم هذا يقدر يناظرك أو يناظرني أو يناظر أحمد أو يناظر أخونا رياض في أخلاق محمد، هل كان محمد أشرف الخلق أم لا، يعني ولماذا كان محمد أشرف الخلق. أنا بتمنى يقدر يناظر أحد الملحدين بهالنقطة هاي بالضبط، أنه لماذا كان محمد أشرف الخلق، أو هل كان محمد أشرف الخلق. أنا بتمنى يقدر يناظر بهالموضوع هذا. لا، هو كنا على يقين عزيزي أنه لا يناظر في أمر ليس في صالحه، يعني إن تكلمت الآن على الأخلاق، أخلاق محمد، سيكون هناك مشكل بالنسبة له، أظن، لأنه هو قبل مناظرة الأخ أحمد حرقان في مسألة دلائل النبوة، لأن ممكن أن تقول في دلائل النبوة أشياء فضفاضة، عندك روايات خرج الماء من بين أصابعه، ممكن أن تذكر أمور فضفاضة لأن هناك روايات إسلامية وتقول هذا دليل على النبوة، تكلم عن معجزات وتكلم عن هذه الأمور، فهو موضوع فضفاض، لكن أن تتكلم مثلا عن موضوع ملك اليمين العبودية في الإسلام، فهذا فيه مشكل، يعني حتى لو برر، وهو في بعض الفيديوهات يبرر، يحاول تبرير هذه الأمور، لن تكون المناظرة في صالحه، فبما أنه إنسان لا يبحث عن الحقيقة، لا يريد أن يصل إلى حقيقة الأمور بدليل،
فهو يبحث فقط عن أن يثبت المؤمن على إيمانه، وهذا الأمر لا يفعله المسلم فقط، هو يفعله كذلك المؤمن المسيحي. مثلا قناة الحياة في سلسلة الرد على الملحدين عندما تكلموا عن نظرية التطور التي ردت عليها بمجموعة فيديوهات، فهم يحاولون أن يثبت المؤمن على إيمانه، فلا يهمهم حقيقة الأمور، لا تهمهم حقيقة الأمر، لذلك هم لا يبحثون. يأتي لك بمرجع، وهذا المرجع هو غير موجود عنده، هو يأتي بالمرجع فقط لأنه في صالح ما يقول، في صالحه، فبما أنه في صالحه فهو عدوي فهو صديقي. فيأتون بمراجع الخلقيين الأمريكان، لا يبحثون فيها، لا يمحصون، حتى ممكن يذكر اسم عالم على شكل أنثى وعلى شكل رجل وهي أنثى مثلا، هو ليس عنده المرجع، لا يعرف الاسم، لا، بل يتهمك أنت أنك لا تعرف وأنت جاهل، يعني ينعتك بأشياء هي فيه فلا تدري. يعني يخترعوا أسماء، أنا كثير بسمع اختراع أسماء، جون مين جون يا عمي، مين جون فهمني، مين جون عالم الفيزيائي، جون عالم نسيت اسمه، هكذا يعني هو دائما نسى اسمه، هي جامعة أمريكية، عالم ياباني نسي اسمه. وعندما يذكرون الأسماء هنا فضيحة، عندما يذكر الاسم فضيحة، يعني عندما يأتون بالمراجع مثلا هذه الكتب التي يكتب الهيثم مثلا، تبحث في مراجع الكلام، هي تسمى ب اقتباساتولوجي، يعني هي كوتولوجي، هي ليس علم، هذا الأمر مرفوض تماما. يعني إذا ذهبت إلى منتدى علمي فيه نقاشات علمية أمريكي مثلا، وتضع كوت، تضع اقتباس، سيضحكون عليك، لأن هذا ليس نقاش علمي. النقاش العلمي يكون بالأبحاث العلمية، يكون بالأوراق العلمية، تضع مثلا رابط لورقة علمية، تتكلم عن هذا البحث العلمي، هكذا يكون النقاش العلمي. أما أن تضع روابط كما يفعلون، اذهب إلى منتدياتهم، اذهب إلى صفحاتهم، إلى مواقعهم، إلى كتبهم PDF، ستجد نفس الأمر، يبدأ دائما باقتباسات، وقال العالم كذا وكذا، وقال هذا كذا وكذا. هل هذا علم؟ هل هذا نقاش علمي؟ أنا لا يهمني ما قال عالم، ما يهمني بحثه العلمي، هل بحثه العلمي له قيمة؟ هل نشر هذا البحث في مكان ما؟ أين نشر هذا البحث؟ ماذا قالت عن المجمع العلمي؟ ماذا قال عن هذا البحث؟ ما رأي العلماء في هذا البحث؟ هل هذا البحث نشر في مجلة علمية لها قيمة؟ هل عندما نشر البحث كان لهذا البحث قيمة؟ هل تم اقتباس هذا البحث في مراجع علمية؟ هل كان له دور؟ هل أثر في شيء؟ هل تغيرت مناهج الدراسة بسبب هذا الرأي، بسبب هذا البحث؟ هذا هو العلم. أما أن تأتي باقتباس، والمضحك في اقتباساتهم أن أغلبها من القرن 19 وبداية القرن 20، وكأن العلم توقف في بداية القرن 20، يعني يأتي لك باقتباس من 1912، يعني عندما غرقت تايتانيك، فيأتي لك في 2016 يعطيك اقتباس من 1912، يعني هذا في حد ذاته يجب أن تتوقف عن القراءة هنا. فعلى الأقل يأتي بمراجع من التسعينات، على الأقل تمانينات، تسعينات، 2000، وكثير من الأمور ممكن أن تقال في هذا الجانب. للأسف مضحكين، يعني مضحكين، ويعني ندل على شيء هو بيدل على الإفلاس، يعني ما في شيء أصلا يقدموه، وشو بده يقدم واحد يعني كل دينه هو عادات من القرون الوسطى، يعني ما أظن يقدر يقدم أي شيء. يعني على كل أنا ما بدي أطول عليك اللقاء هذا أخي هشام، وأنا كثير سعيد بصراحة في بلقائك، وأنا بتمنى يعني أكيد هذا مو آخر لقاء بيناتنا، هو أول لقاء، وأكيد أنا راح نشوف مسألة الستريمينج هاي، وأكيد راح نقدر نتجاوز الأشياء الفنية هي بالكمبيوتر هاي، وجوجل هانج أوت هذول سووا لي مشكلة اليوم. بصراحة أنا متشوق إنه أكون معك في حلقة، فأسف كتير. طيب خلينا نروح على سؤال قبل الأخير، أو عندي ثلاث مواضيع، في موضوع رح أطرحه عليك بعد السؤال هذا.
ما هو رأيك بمستقبل الملحدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ يعني برأيك نحن الشباب الموجودين على الفيسبوك، على تويتر، على يوتيوب، بالتوكس، برأيك لوين رايحين؟ شو مستقبلنا؟ شو ممكن نعمل نأثر في مجتمعاتنا في المستقبل؟ شو ممكن نصير؟ شو ممكن نساوي؟ تفضل. أظن أن هذا هناك أمر يغفل عنه الكثير، وهو أن لو قارنت فقط 10 سنوات و 15 سنة السابقة، كانت مسألة وجود ملحد من خلفية إسلامية إشاعة. يعني أي شخص تكلمه تقول له أنا أعرف ملحد مغربي أو ملحد أي جنسية، يقول لك لا، هذا يهودي، هذا يهودي، هذا ليس بمسلم، لم يكن مسلما قط. ما زالت تقال اليوم، لكن بشكل أقل جدا، بشكل قليل جدا. فكانت مجرد إشاعة أنك تقول. لكن اليوم أصبحت مجتمعاتنا بين قوسين تتعايش مع فكرة وجود ملحدين، تتعايش معهم. يعني ممكن تدخل الآن لصفحات على الفيسبوك بالآلاف، عشرات الآلاف ناس تركوا، فيه مئات بصراحة، فوق 100,000. أنا يعني مثل رحلة إلى الوعي في المدينية، نعم. يعني في فوق 100,000، 110,000 كمان. نعم، لو جمعنا يعني العدد، هذه نسبة فقط، يعني ممكن أن نقول لا تمثل كل ما هو موجود طبعا. هذا فقط أنموذج للكفر الفجر المؤثرين أو الموجودين على الإنترنت. لكن إن كانت هناك إحصائيات حقيقية ستجد العدد كبير جدا. والمهم عندي أنا ليس العدد، لأن لا نريد أن ندخل في مغالطة التوسل بالعدد. المهم عندي هو أن المجتمعات عندنا بدأت تتعايش مع فكرة وجود واحد ملحد. يعني ممكن الآن تخبر إنسان كبير في السن، تقول له هناك جماعة من مجموعة من المغاربة الملحدين، لن يقول لك هؤلاء المغاربة هم يهود. صح. فأصبحت مسألة موجودة على أرض الواقع. يعني عندنا في المغرب مثلا عندنا جمعيات مثل حركة مصايمينش، لن نصوم، أو الذين يدافعون حقوق الأقليات. فهؤلاء رغم أنهم لا يقولون أنهم ملحدون، لكن أصبح هناك وجود لناس يخالفون مسألة معلومة من الدين بالضرورة، مسألة مثل الصيام. فممكن أن تقول عنهم أنهم كفار حتى لو لم يبوحوا بذلك، حتى لو لم يكن كفرهم كفرا بواحا. فهذا الأمر جيد، فانتقلنا من مسألة وجود فقط يعني في الظلام إلى وجود في النور. يعني ونعود إلى مسألة أهمية وجود ناس يعلنون كفرهم بواحا على القنوات. يعني عندما تنظر للأخ أحمد حرقال مثلا، الإخوة في 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 قنوات تلفزية ويجهر بإلحاده، ولا أحد ممكن أن يقول هذا مسيحي أو هذا كان يهودي أو لا، هو مسلم درس الدين وخرج من الإسلام. فهذا شيء إيجابي جدا. طبعا المرحلة القادمة ستكون أفضل، لأن بعد الظلام وبعد الخروج إلى النور وبعد كل هذه النقاشات وهذا التأثير في المجتمع، أنا أظن بأن سيكون تأثير كذلك في القوانين، عاجلا أم آجلا سيكون تأثير كذلك في القوانين، سيكون تأثير على هذه القوانين المضحكة مثل ازدراء الأديان، أو أن إنسان مثلا معاقبة واحد لا يريد أن يصوم مثلا، سيكون انفتاح أكثر. يعني بعد الظلام، بعد الوجود الآن الظهور في النور، سيكون لهم تأثير جيد، لأن أهمية وجود هؤلاء الناس الذين نحن منهم هو خاصة في مسائل الإنسانية. مهم جدا أن نركز على أننا نحن إنسانيون، أهم شيء عندنا هو الإنسان وكرامة الإنسان، هو حياة الإنسان. فأي شيء مخالف لهذا الأمر هو لا إنساني، حتى لو كان في دينك، حتى لو كنت تؤمن به، حتى لو كان مسلمات إيمانية، لا يهمنا الأمر، هو لا إنساني، سنقول أنه لا إنساني. وهذا الخطاب له تأثير، وأنا أتمنى وأظن أنه في المستقبل سيكون له تأثير كبير جدا، وستجد وبدأت البوادر الآن تظهر من مسلمين
هم مسلمون لكن تفكيرهم إنساني. تذكر له أي شيء منافي للأخلاق، منافي للإنسانية في دينه، تجده يتملص منه. إما يقول لك هذا حديث ضعيف، هذا حديث غير موجود، هذا تفسير هذه الآية خطأ، لم تفسر هذا، هذه الآية خاصة بزمان ومكان. يعني بقية خطوة أخيرة هي أن يقول لك هذه الآية ضعيفة، هذه آية ضعيفة سندها ليس بالقوي. ضعيفة هي يكون عثمان ملفات الفي عثمان بن عفان. أي نعم، هذا هو اللي ناقص يعني. بالضبط بالضبط. طيب في عندي مسألة أخيرة أخي هشام. نحن طبعا ظهر عنا نبي جديد، نبينا جورج بول، وطبعا ادعى أنه عنده رسول، هو جلدة الحنفية اللي بعتته. وطبعا أنا كنت من الأوائل المؤمنين برسولنا جورج بول، فأنا أدعوك باسم كل من آمن بجلدة الحنفية أن تؤمن بجلدة الحنفية، فلك القرار. ما بعرف إذا ممكن تعطيني الجواب مباشرة. أنت من العشر المبشرين بالجنة أنت. أنا لسه الوحي ما نزل بصراحة، يعني هو بشر اثنين ولسه عم بستنى الوحي. لا، هو جلدة الحنفية سبحانه وتعالى أنا أؤمن به، لكن أنتظر القرآن، قرآنه المدني، ولا زال في القرآن المكي. أنا أنتظر القرآن المدني، أنتظر الحور العين، وأنتظر الغزوات، وأنتظر يعني شيء فيه أموال. والآن هو فقط في فترة ضعف، الآن في فترة مكة فهو ضعيف، يعني قهرنا فقط بالماء، يتكلم دائما عن الماء. هو طبعا هي معجزة أكبر من الرسول، لأن خرج الماء من الحنفية أكثر من خروج الماء من بين الأصابع، هذا شيء يعني أكيد. لكن أنا أنتظر الفترة المدنية، وسأنضم ربما في فتح فتح ليس فتح مكة، في فتح باب بيت الخلاء، سأنضم إليكم إن شاء الله. على كل يعني الجلدة أكبر، وأنا يعني سأبقى معك حتى تنضم إلى ديانتنا الجديدة، وتسلم ونصلي ونسلم على نبينا جورج بول. يعني الإنسان الرائع بصراحة، أنا كثير أقدسه هالرجل هذا، أجهش بالبكاء عندما أسمع صوته. يعني هو إنسان رائع، هو الدكتور جورج أنا أعرفه منذ حروبنا المشتركة ومعاركنا المشتركة ضد قناة الحياة، تعرفت عليه. والغريب هو أن سنوات مرت ولم نتكلم، يعني كنا نتكلم فقط عن طريق الرسائل في اليوتيوب ولم نتكلم. فأول فرصة أن كلمته مباشرة كانت على قناة الآخر مع الأخ ياسر، ففرصة جميلة. أنا من أعز الأصدقاء عندي الأخ الدكتور جورج بول. بكل تأكيد. لكن ذكره بالمؤلفة قلوبهم. سبحان الله، يعني تريدون أن نؤمن دون تحفيزات؟ ولا يهمك. هو ممكن يبعث لك شوية مية يعني. لكن تكون يكون ماء معدني يعني. ماء معدني ما بعرف، هو ممكن يعني ينزل لك مية من الجو يعني من السماء يمطر عليك، فأنت حر تعملها معدني تعملها خشبي، هو برجع لك يعني. هو من خلفية مسيحية يجب أن يحولها إلى خمر. هيك بالفعل الخمر أفضل ويعني وثواب أكبر. طيب أنا بشكرك كثير أخي هشام، وأنا هي فرصة سعيدة بصراحة، وأنا كثير فخور بصداقتك والإنسان المثقف الواعي. يعني أنا بصراحة تعرفت على كثير ملحدين وكثير ناس، لكن بثقافتك بوعيك يعني قليلين جدا. وأنا بتشكرك كثير على الوقت الطيب اللي عطتنا إياه، وأنا بدي منك وعد، هذا ليس اللقاء الأخير طبعا، راح تكون بيناتنا لقاءات قادمة، أتمنى ذلك. هذا من لطفك عزيزي، أنا لا أستحق كل ما قلته في حقي، وأشكرك كذلك، وأشكر كل من حضر معنا اليوم. ونعم، ممكن لقاءات أخرى عزيزي جان، ليس عندي أي مانع، فإن كانت هذه اللقاءات فيها فائدة وتساهم في التنوير وتساهم في إشاعة الإنسانية بين الناس، فأنا مستعد دائما. بكل تأكيد. طيب أخوي هشام، كلمة أخيرة بتحب تقولها للأصدقاء، يعني إن كانوا ملحدين أو مسلمين على حد سواء، تفضل.
شكرا عزيزي. انا دائما اقول ان اهم شيء في هذه الدنيا هو سعادة الانسان، فاي شيء تجد فيه سعادتك فحاول ان تذهب في هذا الاتجاه، لا تهتم لامور اخرى. يعني ان كانت هناك امور ستسبب لك في تعاسة فتحاول ان تتفادى هذا الامر، خاصة في مسائل يعني العائلة ومسائل الاصدقاء المقربين، الشباب المتنور الآن الذي يدخل في صراعات مع الأهل وصراعات مع الأصدقاء، فأتمنى أن يتفادى الإنسان هذه الأمور لأن ليست فيها أي فائدة. فالعائلة هي مهمة جدا والأصدقاء مهمون جدا، فيبحث الإنسان عن سعادته قبل أي شيء آخر. فليس هناك بطل للإلحاد أو بطل لي يعطوك جائزة داروين تكون أنت صاحب جائزة داروين للبطولة في الإلحاد، لا يوجد هذا الأمر. فكر في مستقبلك أنت، فكر في أهلك أنت، فهذا هو أهم شيء. بكل تأكيد بكل تأكيد. أنا بشكر كثير أخوي هشام، وطبعا بشكر الأصدقاء المتابعة، وبنوه طبعا نحن على قناة الأخ هشام، وأنا راح أحمل الفيديو على قناة الجهر بالإلحاد، وبتمنى يعني تعذروني العوائل، خلينا نقول الصعوبات الفنية اللي واجهناها بعد ما جوجل ألغى الهانج أوت، وصلنا على اليوتيوب ولازم اليوم ندرس اليوتيوب كيف نقدر نساوي لايف ستريمينج هاي. وطبعا بكرة عنا حلقة مع الأخ دانيال عمرو في الساعة 8 بتوقيت لندن، انتظرونا. شكرا كثير لك أخي جان. شكرا شكرا أخي جان، وأراك مرة قريبة إن شاءت جلدة الحنفية. إن شاءت جلدة الحنفية. شكرا كثير أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء، تحياتي تحياتي.